السلام عليكم اخواني اخواتي، لاباس عليكم؟ هانيين، كلشي بخير ان شاء الله. يلقاكم هذا الفيديو في احسن الظروف احسن الاحوال يا ربي. اليوم جيتكم بفيديو جديد ان شاء الله يعجبكم. غادي نقدم لكم فيه ان شاء الله واحد العصير منعش وصحي، ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. خليكم معايا حتى الاخير ان شاء الله. عندنا خيار كتشوفوا معايا جوج، عندنا حامضة، عندنا صاشية ديال الفاني، ثلاثة المعالق ديال السكر سنيدة، وعندنا ياغورت ديال الفستق كيف كتشوفوا معايا. كناخذوا الخيار كنقطعوه دوائر كيف كتشوفوا، كنقيوه اصلا وتنقطعوه دوائر. عندنا هنايا حامض نقيناه مزيان، تنحيدوا له العصف، تنحيدوا ليه كلشي، داكشي حتى داكشي البيض ديالو تنحيدوه باش ما يجيش معر بزاف كيف كتشوفوا معايا. تناخذوا الخلاط الكهربائي تنوضعوا فيه الخيار، تنضيفوا عليه الحامض، ثلاثة المعالق ديال السنيدة، تنضيفوا عليهم صاشية فاني، تنضيفوا عليهم ايضا الياغورت ديال الفستق، تنضيفوا لهم في الاخير الماء. تنطحنوا الكل، هو العصير ديالنا اصبح جاهزا كيف كتشوفوا معايا. كنتمنى ان شاء الله يكون نال الاعجاب ديالكم هذا العصير، جربوه حتى نتوما. كنحب نشكركم على حسن المتابعه والمسانده، والى اللقاء في فيديو قادم باذن الله.